طبعا امبارح زي ما حضراتكم عارفين كان افتتاح كأس العرب لكرة القدم واللي بيشارك فيه منتخبنا الوطني اللي طبعا النهارده عنده ان شاء الله اولى مبارياته امام منتخب لبنان. كلام طبعا كتير جدا عن مشاركة الفراعنة في هذه البطولة لان هي في اعتقادي وفي اعتقاد ناس كتير جدا هتكون افضل اعداد لنهائيات كأس الامم الافريقية في يناير، وكمان يعني الاهم والابرز وهي المباراة الفاصلة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم اللي ان شاء الله هتكون في شهر مارس اللي جاي. عايزين كمان يعني نشير ان عندنا في كأس العرب مواجهات قوية نسبيا، احنا مجموعتنا بتضم لبنان والجزائر والسودان، والبطولة دي أول مرة تبقى تحت مظلة الفيفا، يعني هي أصبحت بطولة دولية حاليا بتضم 16 منتخب وإن شاء الله هتنتهي فعالياتها يوم 18 ديسمبر.